واضح من كلام الحكومة ومن حديثها ان الحكومة بتعترض على القانون او مشروع القانون لوجود شبهة عدم الدستورية من وجهة نظرها، ولكن ولأني رئيس المجلس ومسؤول عن كرامة هذا المجلس وعن كرامة أعضائه، الحديث الذي تحدث به السيد المستشار محمد عطية لمذا النواب في حديث دخل في النوايا واتهم المجلس بأنه يتجه إلى الانحراف بالتشريع، وأنا من دوري الحفاظ على هذا المجلس، نحن لا ننحرف بالتشريع ولكن نؤدي واجبنا على أكمل وجه. النقطة الثانية أيضا، هو تحدث في بداية حديثه عن خبرته القانونية وخبرته القضائية، ونحن نؤكد على ذلك، وهو كان من يعني له تاريخ في القضاء الإداري معروف، ولكن أيضا في هذا المقام لا يجب أن يلقن النواب درسا في القانون يعلمه للطلاب في أولى حقوق، وهذا ما أتحفظ عليه أيضا.